بمناسبة شهر رمضان المبارك وأيضا ليلة القدر تم اليوم المبادرة لإقامة وليمة ومائدة إفطار لعدد من الشباب الموجودين في الأقسام الداخلية في جامعة ميسان. هم أبنائنا من محافظات أخرى ومن واجبنا أن نقوم لهم بالضيافة، وهذا جزء من أنشطتنا ومبادراتنا المجتمعية اللي ننفذها بين فترة وأخرى. لما قدموه اليوم من مأدبة إفطار إلى طلبة الأقسام الداخلية في جامعة ميسان، صراحة هذه المأدبة وهذه المبادرة عكست صورة جميلة ورائعة عن كرم الميسانيون وطيبتهم، وهم يرحبون بأبناء المحافظات الأخرى ويرسلون إليهم رسالة بأنهم ليسوا غرباء في هذه المدينة وإنما هم بين أهليهم ومحبيهم. اليوم فريق الأصدقاء العمل التطوعي بادر بمبادرة لطلاب الأقسام الداخلية. الهدف من هذه المبادرة هي التعايش السلمي بالمحافظة. اليوم نشوف كل المحافظات اليوم بالعمارة، اليوم من جيناهم وزرناهم وسوينا وجبة إفطار لهم. نلاحظ اليوم بالأسواق خصوصا فترة شهر رمضان غلاء الأسعار وصعوبة على الطلبة بين توفير احتياجاتهم بالنسبة لمصروفات الجامعة وبالنسبة للمصروفات اللي نحتاجها بالأقسام الداخلية. وكانت مبادرة اليوم كلش مبادرة جميلة انه خففنا عبء خصوصا بهاي الايام المباركة. جزاه الله خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته. دبر. دبر.